تعمل مراجعة للمحاضرة السابقة حتى يعني تكون ثابتة إن شاء الله في أذهانك. In the last lecture, we talked about the classification of living things. The classification of living things involves organizing life form based on shared characteristics. The word taxonomy is the term used to describe the classification of living things. نعني بهذا الكلام أن تصنيف الكائنات الحية يتضمن تنظيم أشكال الحياة بناء على الخصائص المشتركة Share Characteristics. لدينا مصطلحان وهو Classification, two terms, Classification and the Taxonomy. Classification عرفناها قبل في هذه اللحظة. Taxonomy, هذا الترم describe the classification. العفو دكتور عن المقاطعة. نعم. الشير سكرين، الشير سكرين ماكو. عيني هو موجود بس ثابت. لا دكتورة عد الطلع ما قد يظهر. يعني أعتقد سوتش الإنترنت لأن أنا يعني يمك ظاهر. لا دكتورة يمي ما ظاهر. بالإضافة إنه أكو خلل بالهوست شوية بالهاي لأن ما قد يعمل raise hand. أنا يعني أنا يمي ظهر ونفس كل مرة يعني الخلل وين بالشير يعني؟ والله دكتورة صراحة حسن قد نتواصل مع ممثل ومع حارس فقد نوشاشني لأن صار شوية خلل بالإعدادات أتوقع. ماشي ما مشكلة بلغني بالتفاصيل. تمام دكتورة. بس الصوت واصل لكم الصوت؟ دكتورة الصوت موجود بس الشير سكرين ماكو يطلعني يعني بس ماكو عندك صورة؟ ما طلعت عندك صورة؟ لا دكتورة تحديداً يطلع لي دكتورة ندى has started screen sharing. You are screen sharing يعني أنا ضمن السطح يعني حتى عندي أنا يمي يقول الشيرينج شغال. تمام دكتورة بس يمنا ما قي حمل الصورة يعني مجرد هاك بس تحميل. أوكي يعني البين ما تحل القضية أنا غا حعمل ريفيو أوكي؟ أصلاً أنا ريفيو ما أحتاج بين صور لحد ما تحلوها زين يعني؟ تمام دكتورة. نكمل المراجعة للمحاضرة السابقة. إذن هناك مصطلحين classification and taxonomy. عرفنا classification taxonomy هو وصف لتصنيف الكائنات الحية عبارة عن description of classification. The basic taxonomy of level things involves 8 distinct levels. إذن يتضمن التصنيف الأساسي للكائنات الحية 8 مستويات متميزة. Number 1 domain, number 2 kingdom, number 3 phylum, number 4 class, number 5 order, number 6 family, number 7 genus, number 8 species. إذن الثمانية مستويات وهي number 1 النطاق واللي احنا شرحنا انه هي قاعدة الهرم المقلوب تكون أوسع منطقة. قاعدة الهرم المقلوب هي الدومين، والرقم الثاني هي المملكة، الليفل الثاني المملكة، نمبر 3 الشعبة، نمبر 4 الصف، نمبر 5 الرتبة، نمبر 6 العائلة، نمبر 7 الجنس، نمبر 8 النوع. طبعاً classification start from the broadest site to the specific site. يبدأ تصنيف الكائنات الحية على أوسع نطاق وينتقل إلى المستوى الأكثر تحديد. هذا الكلام يشمل الصورة التي عرضت واللي تبين الهرم المقلوب كيف أنه يبدأ من أوسع منطقة من القاعدة وينتهي بالمستوى الأكثر تحديداً. There are three domains of life. These three domains of life are eukaryote, archaebacteria, and bacteria. حضراتكم ماخذين بالصف السادس
بدائية النواة بروكاريوت وحقيقية النواة يوكاريوت. في هذه الثلاث دومين أحدهما هو أحد هذه الثلاثة هو اليوكاريوت، يعني حقيقية النواة، واللي كان عندكم بالمحاضرة موجودة بشكل دائرة خضراء كبيرة. وموجود دومين سيكند دومين، الدومين الثاني هو الأركيبكتيريا، نوع من أنواع البكتيريا القديمة، واللي متمثلة بدائرة كانت بالمحاضرة، إذا أنتم لديكم المحاضرات حاليا بلون كانت دائرة حمراء. والدومين the last domain، الدومين الأخير هو البكتيريا اللي هي كانت بشكل دائرة زرقاء. حتى نفهم ماذا هو الدومين، ماذا يعني الدومين؟ دومين represent as the broadest level of classification of all living things، هو أوسع منطقة في التصنيف لكل الكائنات الحية. احنا ذكرنا in spite of diverse of living things but they share specific and certain characteristics، بالرغم من تنوع وتشعب الكائنات الحية على مستوى النوع، على مستوى التركيب، على كل المستويات، لكن لديها صفات مشتركة. العلماء يعني استغلوا هذه الصفات المشتركة في لعمل تصنيف مشترك لكل الكائنات الحية بغض النظر عن التفاصيل الدقيقة، وأعطينا أكثر من مثال على هذا الموضوع من حياتنا العامة. Primary difference is the places they can live. يعني طبعا هذه الدومينز الثلاثة، أحد يعني سؤالي يتبادر إلى الذهن، لماذا يعني صنفت على أنه يوكاريوت، أركيبكتيريا، بكتيريا؟ على أساس قدرتها على المعيشة في مكان ما، على أساس تواجدها. فمثلا إحنا ذكرنا اليو بكتيريا طبعا من الكائنات الحقيقية النواة ومن ضمنها الإنسان. الأركيبكتيريا اللي هي البكتيريا القديمة، والبكتيريا الاعتيادية اللي هي تكون تتغذى إما بطريقة الهيتيروتروفيك بكتيريا اللي هي البكتيريا الاعتيادية. احنا ركزنا شوية على الأركيبكتيريا لأنه موضوع يعني البكتيريا أنتم يعني ماخذيها وسامعين عنها، أما الأركيبكتيريا شوية أخذنا عليها بعض المعلومات. This bacteria unicellular، تكون أحادية، تكون prokaryotic no organized nucleus، هي من جماعة البروكاريوت not يوكاريوت. فإحنا نفهم الفرق ما بين البروكاريوت and يوكاريوت، الفرق ما بين بدائية النواة وحقيقية النواة هو عدم احتواء البروكاريوت على نواة حقيقية، مجرد جسيم نووي، هذا هو الفرق. إذن هي من جماعة البروكاريوت، إذن no organized nucleus، ليس لديها نواة منظمة. أيضا من صفات الأركيبكتيريا الأخرى هي الأوتوتروفس أو هيتيروتروفس، إما أن تتناول بطريقة يعني تأخذ الغذاء بطريقة ذاتية أو هيتيرو متجانسة يعني متغايرة من أكثر من مصدر. Examples about the archibacteria thermoacidophil اللي هي تكون محبة للحموضة وللحرارة. أيضا من صفاتها يعني تكون محبة للإكستريم هالوفيلز، هي عادة يعني تعيش بظروف متطرفة، متطرفة على مستوى الـ يعني الحرارة والميوستشر، على كل المستويات، تكون على مستوى الرياكشن يعني أسيديتي، ظرف بنو جو أسيد هي تعيش بهذا الظرف، ويعني فهي تعيش في ظروف إكستريم كونديشنز. والهالو فيلز هي محبة أيضا للملوحة العالية جدا، وتسمى أيضا ancient bacteria، البكتيريا القديمة أو بما يسمى بالبكتيريا الأصلية، يعني هي تعتبر أقدم بكتيريا. أيضا تحدثنا في المحاضرة السابقة عن the chemistry of life،
قبل ما نذهب إلى الكيمستري أوف لايف كان لدينا تيبل include five system of classification. يتضمن الجدول table جدول يتضمن خمسة ممالك. Number one monera. والجدول يوصف organization for each kingdom. لكل مملكة يعطينا organization التنظيم و type of nutrition طريقة التغذية وأيضا examples. ذكرنا number one monera. monera هي تكون small simple تتناول الغذاء بطريقة الأبزورب الإدمصاص. المثال عليها بكتيريا ومثال آخر وهو السيانوبكتيريا أو blue green algae. number two اللي هو البروتيستا. البروتيستا تكون complex single cell sometimes filament قد تكون أحيانا بشكل خيطية تتناول الغذاء بطريقة الأبزورب أو بالفوتوسينثيسايز يعني تحوي على مادة خضراء أو بالإنجست فود يعني ثلاث طرق حتى يعني لوصف البروتيستا. من ضمن الأمثلة على البروتيستا هي البروتوزوا and algae of various types البدائيات والألجي. المملكة الثالثة اللي هي الفونجي اللي هي تكون mostly multicellular. إحنا ذكرنا هسه بدينا نبدي بالتعقيد. إحنا دائما من ندرس نبدأ من البسيط ونذهب إلى المعقد. يعني نبدأ من أبسط. يعني إحنا درسنا ذرة. الذرة أصغر مكون للكائن. إلى أن إن شاء الله في نهاية هذا الكورس الفصل نصل إلى الأورجانيزم اللي هو المتكامل. فإذا نبدأ من البسيط وثم إلى الأصعب. نفس الحالة في هذا التابل. إحنا المملكة الثالثة مملكة الفطريات بدأ التعقيد في الكائنات الحية. mostly multicellular هي أغلبها تكون متعددة الخلايا يعني تكون multi مضاعفة الخلايا وقد تكون بشكل خيطية وتكون فيها specialization تخصص أكثر. طريقة التغذية تكون عن طريق الإدمصاص ومن أنواع هذه المملكة المولتس الأعفان والمشروم اللي هو الفطر اللي إحنا ممكن أن يكون مادة غذائية أيضا. number four البلانتا اللي تشمل مملكة النبات. وصف الorganization لهذه المملكة تكون multi cellular طبعا هي متعددة أكيد من ضمن الكائنات الراقية specialized complex cell. طريقة التغذية أكيد بالنبات يعني لا تحتاج إلى مناقشة. طريقة التغذية بالنبات هي photosynthesizing photosynthesize food تصنع الغذاء بهذه الطريقة لاحتوائها على الكلوروفيل المادة الخضراء. من يعني كل الأمثلة هي صحيحة. موسز الحشائش فلور أي مثال هو صح لأنه أي مثال عن النبات. يعني the last kingdom animal also multicellular with specialized complex cell the type of nutrition type of nutrition ingest food. طبعا احنا الانسان ومن جماعة المملكة الحيوانية اللي طبعا التغذية تكون عن طريق الهضم. وكل الامثلة ايضا تكون صحيحة. تذكرون امثلة سواء السبونجز وورم انسكت فيش الاسماك الحشرات البرمائيات الطيور الزواحف الثدييات. كل الامثلة ممكن ان يعني تدخل ضمن هذه المملكة. طبعا اكو تحت التيبل شكل مجرد شكل يوضح لنا مثلا السيانوبكتيريا شكل السيانوبكتيريا كيف يبدو. وايضا عندنا في حالة البروتيستا موجود عندنا اليوغلينا موجود عندكم الشكل شكل اليوغلينا. نمبر 3 الفنجي ايضا موجود بالشكل المشروم الفطر. وعندنا صورة لزهرة تمثل النبات وصورة لأفريكان لينكس واللي هو الوشق الأفريقي. يعني إحنا مجرد هذه صورة كمثال على المملكة الحيوانية. Now travel to the other term or اللي هو the chemistry of life. The title chemistry of life كيميائية الحياة. From the 92 non-natural elements
only 25 elements are found in the living matter. Over 90% of a human body is composed of just four elements: carbon, oxygen, hydrogen, and nitrogen. Even so, other elements such as iron, phosphorus, potassium, calcium, and silver are very important to our health. كيميائية الحياة. الحياة هي يعني مكوناتها كيمياء. فموجود في الطبيعة بحدود 92 عنصر طبيعي معروف، لكن 25 عنصر فقط. نعم نعم عيني، يوجد 25 عنصر في المادة الحية. عفوا دكتورة. نعم عيني نعم نعم أنا يمي دكتورة خبروني حارث. يقولون اي انا حارث. نعم عين خبروني يقولون شير سكرين ما يصير، بطفي الشير ورجع اعمل شير مرت الاخ. اوكي بس انا يمي يعني حتى للمعلومات الخلل من ما في جزء ضعف النت عندكم. انا يمي يو ار سكرين شيرينج. اوكي لا هذا الخلل يم الكل ما دام يعني يمي ويم الطلاب معناها عند الكل هذا الخلل. ايه يعني قصدي انا ليش مكتوب عندي يو ار سكرينينج شير؟ ايه هو طبعا انت تعتمدين سكرين شير. ايه المهم هسه اطفي عيني شير بس يعني اعمل ستوب شير. حارث اعمل ستوب شير. بطفي السكرين شير يعني ستوب شير. ستوب شير ستوب شير ورجع شيري مرت له. اوكي اوكي هسه بس يا حمد. اوكي زين دكتوره بس تطيقين تدزين الباوربوينت الحسن الطلاب ممكن يعرضوا. لا يعني انت بس اقول لك لانه احتمال انت صوتك حتى يقطع يعني الظهر النت هسه انت ما ظهر عندك. لا دكتوره ما يظهر. لا ابعثه لمن؟ ابعثي لي لك بس على يعني ما اغيد يعني هذا ما لان انا المحاضره غير شكل هو تمام 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 ابعثي لي هو انا راح اخش عليه يعني طالب ممكن يفتحه من يمه حتى نحاول بها لاي طريقه. شباب مجد او اذا موجود خير راسلني على الخاص او اي احد عنده لابتوب. زين عيني هسه انا اذا اطلع منه قد يحصل مغادره. حارث ما يخالف ماكو اشكال دكتوره حغادر وادخل مره اخرى ما مشكله. محمد علاء راسلني على الخاص.
طلاب اللي عنده لابتوب ومنصب برنامج الباوربوينت علينا خلي يراسلني على الخاص. حلو محمد عاشت لك. ظهر ارجع ظهر. دكتورة ندى تسمعيني؟ اسمعك. دكتورة محمد علاء عمل شير سكرين بس وجهينه على السلايد وكملوا شرح. بس عيني انا لسه ما عرفت المشكلة وين المشكلة. يعني انا عاملي مثل ذاك المحاضرة عادي نفس الشير، المشكلة وين؟ دكتورة المشكلة يجوز بالنت مالتك، يعني مال حضرتك. لا يعني ما اعرف، هي نفس الخميس يعني ما اعرف شغلك نفس النت ونفس عادي عادي يا دكتورة عادي. بس ارجع واقول لك انه هذه المحاضرة ليس هي اللي راح انشرها، غير ما ارجو هاي ما تنشر زين ترجع لي، لان انا راح انطي غير محاضرة. ماشي تمام. هاي اصلا المحاضرة ما تتعمم ان شاء الله. اوكي انا استرخص، تحتاجون شيء؟ شكرا. هسه بس هو راح يقلب لي السلايدز، هو محمد علاء راح يقلب لي السلايد. زين السلايد اللي قبله عيني رجاء ثبتوا على هذا. هسه عندكم الصورة فل، يعني موجودة واضحة على كل الشاشة، أنا يمي ما على كل الشاشة. على كل حال زين نكمل الريفيو للمحاضرة السابقة. إحنا ذكرنا الكيمستري، إحنا حتى تكونون بالصورة، بداية كل محاضرة إحنا لدينا ريفيو للمحاضرة السابقة، نعيدها بشكل سريع. فإحنا وصلنا لحد الآن إلى الكيمستري أوف لايف، لحد الآن إحنا في المحاضرة الثانية. ذكرنا أنه هناك 92 عنصر في الطبيعة، 25 يدخل بتركيب الكائنات الحية، وأكثر من 90% من تركيب جسم الإنسان هو عبارة عن كربون، أكسجين، هيدروجين and نيتروجين. طبعا بالإضافة إلى وجود عناصر أخرى واللي هي الحديد، الفوسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم، الكبريت
طبعا هذه عناصر أيضا مهمة للصحة، بالإضافة إلى العناصر الأربعة اللي ذكرناها هي الكربون، أكسجين، هيدروجين، نيتروجين. طبعا عندكم فيجر يوضح أهمية هذه العناصر في تركيب جسم الإنسان. إحنا دائما نركز على جسم الإنسان لأن إحنا في كلية الطب تعنى بالإنسان، فدائما أمثلتنا تكون على الإنسان. Atom of form compounds and molecules. Elements actually contain tiny particles called atom. طبعا تشكل الذرات مركبات وجزيئات، فتحتوي العناصر في الواقع على جزيئات صغيرة تسمى الذرات، وهي أصغر جزء بجسم الإنسان. يمكن أن تتكون الجزيئات عندما تتفاعل ذرتان أو أكثر من نفس العنصر مع بعضها البعض. Molecules can form when two or more atoms of the same elements react with one another. تتكون الموليكيول من تفاعل ذرتين من نفس العنصر. ذكرنا أن الأتموسفير أكسجين أتموسفير اللي هو الأكسجين الجوي لا يمكن أن يكون بشكل O مفردة، يعني مجرد ذرة، لكن يكون بشكل جزيئة O2. إذن هو O2 تمثل موليكيول جزيئة. إحنا في صدد دراسة الجزيئة والمركب. الجزيئة تتكون من two atoms from the same elements، من نفس العناصر ذرتين. الآن نأتي إلى الكومباوند. Compound when atom of two or more different elements react or bond together a compound results. إذن الكومباوند يتكون في حال أن يكون هناك تفاعل ما بين ذرتين أو أكثر من عناصر مختلفة. وإحنا أعطينا مثال، وموجود عندكم رسم يمثل الماء، كيف أنه جزيئة الماء عبارة عن مركب تتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. أيضا أعطينا مثال على CO2، ويعني ثاني أكسيد الكربون، كيف أنه هو مركب ويتكون من ذرة كربون وذرتين أكسجين. إذن الآن صار واضح الفرق ما بين الموليكيول and the compound. أيضا أخذنا تايتل عنوان آخر وهو Water is essential to life. أكيد الماء ضروري للحياة. The existence of living things is dependent on the chemical and physical characteristics of water. طبعا أهمية الماء لحياتنا تكمن من خلال صفاته الكيميائية والفيزيائية. The properties of water، من أهم صفات الماء. Number one, water has a high heat capacity. له قدرة على الاحتفاظ بالحرارة، قدرة عالية الاحتفاظ بالحرارة، وذكرنا هذه مهمة جدا للتوازن الطبيعي وليس فقط جسم الإنسان. إحنا الماء يكون يعني هو يدخل بالطبيعة بشكل عام، فالحفاظ على الطاقة أو الحرارة الكامنة تفيد أيضا في الطبيعة، على مثلا في البحيرات يحافظ على الحرارة في قعر البحيرة، ولهذا تبقى الكائنات يعني لا تتجمد، فهذا أيضا يحافظ على التوازن الطبيعي. نمبر 1. نمبر 2، water has a high heat of evaporation. زين، إذا موجود درجة حرارة التبخير تكون عالية، وأيضا هذه صفة جيدة أخرى، لولا ذلك لتبخرت البحار والمحيطات والأنهار. نمبر 3، water is a solvent. هو مذيب، universal solvent، مذيب عام، يذيب معظم أنواع المواد، يعني لم يكن أغلبها ولم يكن كلها، لكن أحيانا تحتاج بعض المواد مذيبات خاصة. Number four, water molecules are cohesive and adhesive. Cohesive and adhesive بمعنى لها قابلية التماسك والتلاصق. احنا عطينا مثال كيف أنه لو سكبنا ماء على تيبل، على منضدة، سوف ينزل الماء كسيل، بينما إذا أخذنا مثال عن الزئبق لأصبح بشكل كرات الزئبق. فهذا هو يمثل نقطة الكوهنسيف and adhesive.
وأيضا تشمل النقطة الأخرى اللي هي water has high surface tension، له شد سطحي عالي. Water is an excellent transport medium، هو يعني وسط ناقل ممتاز. طبعا بما أنه الدم في أجسامنا موجود في الـ arteries and the veins، موجود في الأوردة والشرايين، والماء يشكل 92% of water، لهذا الماء مهم جدا لأن يشكل 92% من الدم، والدم هو أغنى سائل يعني في جسم الإنسان. After blood transport oxygen and nutrients، إذن البلد هو الهدف من البلد، ينقل الأكسجين والنيوترينتس إلى بقية أجزاء الجسم. بما أنه إحنا ذكرنا البلد، شوية نركز على البلد بنقطة أخرى بمعزل عن الماء. بوجود مادة الهيموغلوبين بالبلد، تقوم هذه المادة بأخذ يعني تعمل عملية الغاز إكسشينج، تبادل غازي. بعض الأشخاص اللي عندهم أنيميا، anemic patient، يعانون من حالة من التايرد، دائما عندهم تايرد وفيلت تايرد ران داون، دائما تعبانين، دائما عندهم خمول لعدم وجود الهيموغلوبين اللي يقوم بنقل الأكسجين. The critical property of water، أهم صفة للماء، وهذا الباراجراف قبل الأخير في الوجهة الأخيرة، الصفة المهمة للماء هو أنه هو polar molecule. polar molecule هو يعني جزيئة قطبية. طبعا ممكن أن يتفاعل مع المواد المتأينة، ممكن أن يتفاعل مع المواد القطبية، العناصر القطبية، فبهذا هو يعني هؤلاء اللي يتفاعل معها هي تذوب به، يعني يعتبر solvent، فأكو reaction ما بين الاثنين. بما أنكو interaction ما بين الماء وهذه المواد، فإذا نسميها hydrophilic، محبة للماء. احنا ذكرنا كلمة hydrophilic بمعنى كلمة hydro مائي، philic محب، فإذا محب للماء. والعكس صحيح طبعا، فيما لو كانت هذه المواد لا تتفاعل مع الماء وما موجود interaction، وهي تكون poorly soluble، لا تذوب، non-polar، فإذا هي تسمى hydrophilic. hydrophilic يعني كارهة للماء. That is all about the previous lecture. هذا كل ما كان يدور حول المحاضرة رقم 2. Now we want to talk about the lecture 3. Lecture 3 start with the terms atoms. احنا درسنا بالمحاضرة السابقة الـ atoms، والآن نبدي نعرف الأتوم. Atoms and is the smallest an atom is the smallest part of an element that displays the properties of the element. إذن هي أصغر جزء بال يعني من العنصر اللي يحمل الصفات، يعني كل عنصر له صفات معينة أكيد، فهي أصغر جزء لهذا العنصر واللي تحمل صفات ذلك العنصر. Protons and neutrons، هذه المصطلحات إن شاء الله أنتم يعني ماخذيها. Protons and neutrons، تلاحظون موجود عندنا هذا الشكل يمثل لنا، تلاحظون الإلكترون تكون surround the nucleus، دائما هي دوارة حول النواة، وموجود البروتون والنيوترون في النواة. Proton and neutron are located within the nucleus of an atom and electrons move about the nucleus. إذن atoms and atom is the smallest part of an element that displays the properties of the element. Protons and neutrons
are located within the nucleus of an atom and electrons move about the nucleus. إذن كل ما يدور حول هذا السلايد هو تعريف الأتوم أنها أصغر جزء بالعنصر واللي تحمل صفات العنصر وموجود عندنا البروتونز والنيوترونز اللي تكون located موقعها داخل النواة بينما الإلكترونز تدور حول النواة. Next slide please. In this, for example, the element carbon atom has 6 protons, neutrons, and electrons. بما أنه أنا ذكرت كلمة 6 وفتحت قوس بمعنى هذه 6 تشمل كل جزء من أجزاء القوس. أعطينا مثال عنصر الكربون اللي تكون ذرة حاوية على 6 بروتونات، 6 نيوترونات، 6 إلكترونات. والشكل عندنا واضح بهذا الشكل، تلاحظون يتكون هناك 6 إلكترونات و 6 نيوترون، يعني وموجود 6 بروتون، وقد لا تبدو لأن هي متراكبة الواحدة مع الأخرى، تلاحظون. فيرمز للإلكترون بالسالب طبعا شحنته سالبة، والبروتون موجب، والنيوترون without any charge بدون أي شحنة. إذن example about atom carbon. This figure shows the component of the carbon atom composed from 6 electrons move around the nucleus and 6 proton يحمل positive charge شحنة موجبة and 6 neutron تكون neutral without charge بدون شحنة. Next please. Now احنا طبعا درسنا الاتوم ليسوا يعني لكوننا لسنا كيميائيين، ولكن احنا دائما دائما نبدأ بدراسة نقطة معينة حتى نوضح نقطة أخرى. The title is the isotopes، النظائر المشعة. This figure represents the carbon atom. This is the mass number. والأخرى اللي هي atomic number. يعني اللي يكتب شات حاول، يعني أنت الهوست تخرجه من لأنه إحنا هسه إذا نشرح فالشات يطلع الشرح فينأثر على البقية. زين عيني، وأنا الصورة واضحة أعتقد كاملة للكل، فأرجو أن لا يكون هناك أي، لأنه يأثر على الكل اللي يكتب. إذن الأيزوتوبس، أيزوتوبس هي عبارة عن أتوم، لأن نحن لازلنا في موضوع الأتوم، لكن أيزوتوب. زين عيني، أيزوتوبس are variants of a particular chemical element which differ in neutron number. إذن الايزوتوب هي عبارة عن متغيرات لعنصر كيميائي معين والتي تختلف في عدد النيوترونات. احنا ليش قبل شوية شرحنا تركيب الذرة اللي هي الاعتيادية، not isotope، الذرة الاعتيادية، فذكرنا أنه هي تتكون من بروتونات، نيوترونات، إلكترونات، صح؟ لكن هسه من حولنا على موضوع الأيزوتوب، أكو هناك بعض الاختلاف. إذن حتى نعرف الأيزوتوب، أيزوتوبس are variants of particular chemical elements which differ in nutrient number. إذن النظائر هي متغيرات لعنصر كيميائي معين والتي تختلف في عدد النيوترونات. إذن الذرة تكون ثابتة النيوترونات، لكن حتى يكونون نظائر مشعة لابد أن يغيرون من النيوترونات. النيوترون عدد النيوترون يختلف عن الذرة الطبيعية فتصبح ايزوتوب. وهسه نوضح بالتفصيل هذا الموضوع.
all isotopes of a given element. انت هذا الموضوع يدور حول الشكل المعروض حاليا، يعني ارجو ان تنتبهون الى الشكل، لان هو يعني هو مثال على الايزوتوب. All isotopes of a given element have the same number of protons but different numbers of neutrons in each atom and also different in atomic masses. زين، تلاحظون في هذا المثال موجود عندنا isotopes، مثال حول ذرة الكربون اللي هو في الوقت الاعتيادي يكون طبعا، لا 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 بليز، بعد ما خلصنا عيني، رجاء رجاء عيني. فإذا يكون تلاحظون 6 بروتون و6 نيوترون، إذا الاتوميك ماس هو 12، نمبر ماس العدد الكتلي 12، هذا في الاتوم، بينما هو هذا في هذه الحالة أصبح 14. كيف أصبح 14؟ ازداد عدد النيوترون. أنا أأشر رجاء يزداد عدد النيوترون، بدلا 6 تصبح 8، لو جمعنا 6 و8 لأصبح 14. إذن الفرق ما بين الأتوم والأيزوتوبس هو عدد النيوترونات فقط، يعني هذه نقطة مهمة جدا. الإلكترون يبقى نفسه، البروتون يبقى نفسه، فقط النيوترون يختلف، والأتوميك ماس الكتلة الذرية تختلف، والعدد الكتلي يختلف. إذن ماس نمبر يرمز له بالأي عادة، لو تصفحتم كتاب كيميائي ووجدتم أي فهو يعني ماس نمبر، ونحن ما نحتاج، يعني لسنا بكيميست، نحن مو كيميائيين، لكن نذكره عسى ولعل تفتحون كتاب تجدون نمبر، يعني فد اللي هو السمبل اي، يعني فاصبح اي بمعنى ماس نمبر، وايل ذا اتوميك نمبر يرمز له بزيت. زين، اذا مره ثانيه نذكر، هذه هي الاتوم اوف كربون، تحوي على 6 بروتون 6 نيوترون، إذن الماس نمبر هو 12. while إذا هذه تحولت إذا إلى آيزوتوب، اللي يحصل إنه تحصل هناك تغيير، يحصل تغيير بعدد النيوترونز، فإحنا من خلال هذا العدد، من خلال هذا الرمز ممكن نفهم ما هو عدد النيوترونز. زين، عدد النيوترونز في هذه الحالة 8 وليس 6 كالذرة الأصلية، الأصلية لها 6 نيوترون و6 بروتون، إذن ماس نمبر 12، بينما في حالة الأيزوتوب 6 بروتون تبقى ثابت. إحنا ذكرنا من صفات الأيزوتوب يختلف بعدد النيوترونات، فعدد النيوترون بدل أن 6 أصبح 8. زين، ف8 و6 إذن 14. Isotopes are variant of particular chemical element which differ in neutron number. هذا هو تعريف الايزوتوب، differ in neutron number. فإذا وإحنا حققنا هذا التعريف من خلال هذا المثال. Next please. This example, the elements carbon has three common isotopes. بما أنه إحنا شرحنا في بداية المحاضرة الأتوم، أتوم اللي هي النورمال الطبيعية، وكيف يكون توزيع البروتونات والإلكترونات والنيوترونات، وبعد ذكرنا الترم حول الايزوتوب، ذكرنا تعريف هذا المصطلح الايزوتوب، وشرحنا كيف أنه ذرة الكربون في ذاك المثال أنه كان الطبيعي كان 12 العدد الكتلي، بينما الغير الايزوتوب النظير المشع لهذه الذرة أصبح 14. ليش؟ لأنه ازداد النيوترون، لأنه من تعريف الايزوتوب differ in the number of neutron. إذن in this figure we can
So that is the isotopes of carbon. There are three isotopes of carbon. Number one, carbon 12. Number two, carbon 13. Number four, carbon 14. فعادة يكتب بهذا الشكل C capital C وموجود عندنا الرقم إلى الأعلى. فتلاحظ أنه موجود في هذا النشرح الأول اللي هو carbon 12 contain 6 protons 6 neutrons. وعندنا النوع الثاني موجود 6 proton 7 neutrons. والنوع الثالث موجود 6 proton 8 نيوترونز. جميعها نظائر مشعة لكن تختلف، يعني أحيانا هو وجوده مجرد أنه وجوده بالطبيعة بهذا الشكل، لكن هو غير، يعني أكو فد أكو مصطلح النظائر، يعني إحنا دائما نسمع على موجود مواد مشعة ليس بالضرورة أنه أحد يشعها، لا هي أصلا بها، يعني بها هذا الصفة بالطبيعة، لكن أحيانا يتدخل الإنسان فيزيد من هذه، يعني يزيد من التغيير مثلا عدد النواة، يتحكم بالتشعيع اللي موجود فيها. فمثل ما هسه احنا ذكرنا الاتوم اللي هي الاصليه، الاتوم الاصليه ايضا هي نظير مشع لكن سمينه سي 12، سي 12. بينما طبعا هم وجدوا انه النظائر المشعه ايضا بها يعني بنفيت ابلكيشنز، لها فوائد مفيدة، يعني التطبيقات مفيدة، فبدأوا يتحكمون ويعني يتغيرون من عدد النيوترونات إلى أن نحصل على عنصر ايزوتوب مفيد في الميديكال أبليكيشنز. إذن هسه عندنا النوع الأول اللي هو سي 12 موجود 6 بروتونز 6 نيوترونز. النوع الثاني اللي هو سي 13 موجود 6 بروتونز and 7 نيوترون. والنوع الثالث اللي هو كربون 14 C14 يتكون من 6 بروتون و 8 نيوترونز، 8 نيوترونز. إذن تختلف فقط في الايزوتوب، يختلف في عدد النيوترونز. Next please. Now the title, that is the applications of isotopes. Radioactive isotopes has many useful application in medicine, for example. أكيد طبعا النظائر المشعة لها فوائد عديدة وتطبيقات في الطب بصورة خاصة. من هذه يعني نعطي أمثلة على تطبيقاتها المفيدة في مجال التريتمنت. تلاحظون إنه an isotope of iodine is used in the treatment of goiter. دائما يعني الايزوتوب اللي هو من لعنصر element لعنصر الايودين يستخدم في علاج الجويتر اللي غدة هذا نمبر 1. وسنجيها بالتفصيل، يعني أكو عدنا عليها حتى شكل هذا بالذات هذا المثال سنأتي عليها بالتفصيل. إذن نمبر 1 اللي هو النظير المشع نظير اليود يساهم في علاج تضخم الغدة الدرقية جويتر، تضخم الغدة الدرقية. نمبر 2 an isotope of cobalt 60 is extensively employed as a radiation source to arrest the development of cancer. إذن يستخدم نظير الكوبالت 60 على نطاق واسع كمصدر إشعاعي لوقف تطور السرطان. إذن إحنا قلنا هناك تطبيقات للأيزوتوبس، إذن هي importance to our health، هي مهمة لصحتنا. فهناك العديد من الابليكيشنز التطبيقات، ومنها من هذه التطبيقات واللي يعني نركز على الابليكيشن ان ميديسن
إذن for example treatment النوع الأول أو خلينا نقول التطبيق الأول هو العلاجي ذكرنا an isotope of iodine is used in the treatment of goiter واللي هو يعالج يستخدم يعني أيضا نظير اليود في علاج تضخم الغدة الدرقية. Number two اللي هو المثال الآخر حول تطبيقات النظائر المشعة في الطب. Number two an isotope of cobalt 60 is extensively employed as a radiation source to arrest the development of cancer. أيضا هو النظير الكوبالت 60 يستخدم على نطاق واسع كمصدر إشعاعي لوقف تطور السرطان. إذن لها تطبيقات مفيدة جدا. Next please. Number two احنا ذكرنا الـ applications in medicine التطبيقات في الطب. Number one التريتمنت صحيح. Number two diagnosis. Diagnosis we can see this title في التشخيص. التريتمنت يعني علاج يعني number one treatment يعني العلاج. Number two التشخيص diagnosis. Table shows the isotope in diagnosis. فإذا عندنا بعض الأمثلة أيضا موجود تيبل يشمل حقل الأول يمثل الراديو ايزوتوب المشعة راديو ايزوتوب و diagnosis used for تستخدم للعلاج الفلاني مثلا. نمبر 2 نرجع مرة أخرى على الأيودين. احنا الأيودين خدناه باللقطة السابقة على مستوى العلاج تمام، لكن في هذه النقطة اللي هو في موضوع الدياجنوسيس يؤخذ على مستوى التشخيص وليس العلاج. وأيضا عندنا شكل واضح جدا لهذا المثال أيودين 131 responsible for determining the location and detection of a brain tumor thyroid gland disorder. إذن يلعب دور كبير في معرفة موقع وتحديد وتشخيص الورم الدماغ. أيودين 131 اللي هو راديو ايزوتوب مشع يعني نظير مشع اوكي، يعني هو اصلا عنصر اليود قاموا بعمل نظير مشع بهذا اللي هو 131 ليستخدم في ايجاد علاج وتشخيص الورم الدماغ، وايضا يهتم بتشخيص يعني اي خلل موجود في الغده الدرقيه حتى على مستوى التيومر حتى على مستوى الورم ايضا. إذن ايودين 131 used for the location and detection of a brain tumor thyroid gland disorder. This is first one. In the title of diagnosis. تشخيص. Number two, sodium 24. Sodium 24 responsible for the determining the location of a blood clot and circulation disorders. Pumping action of heart. إذن صوديوم 24 يلعب دور بتحديد مكان خثرة الدم blood clot يعني خثرة الدم. وأيضا and circulation disorder إذا أكو مشكلة بجهاز الدوران بالدورة الدموية أيضا يلعب دور صوديوم 24 ب يعني تشخيص منطقة الخلل. إذا أكو هناك بضخ القلب فعالية ضخ القلب أيضا هو له دور في عملية تشخيص مكان الخلل الموجود. The second example sodium 24 determine the location of a blood clot and circulation disorders pumping action of heart. Number three, the third example, المثال الثالث حول diagnosis واللي هي ضمن medicine application of radioisotope تطبيقات الطبية للنظائر المشعة. Number three, iron 59
used for the diagnosis of anemia, pregnancy disorder. يستخدم في تشخيص فقر الدم ويعني بعض الخلل اللي يحصل في الحمل. Diagnosis of anemia, فقر الدم, pregnancy disorder. إذن iron 59, diagnosis of anemia and pregnancy disorder. Number 4, cobalt 60. Cobalt 60 used for the diagnosis of cancer. إذن إحنا قبل في يعني قبل هذه النقطة ذكرنا إن الكوبالت 60 also used for the treatment أو يعني خلي نقول يوقف تطور السرطان. إذن هو له علاقة أيضا بتح يعني يوقف مرحلة السرطان يوقف. إذن هو يعني partial treatment علاج جزئي يعني على الأقل يمنع تطور بس هو لا يعالج يعني completely perfectly لكن هو يمنع يعني يوقف تطور السرطان هذا في النقطة السابقة. لكن إحنا الآن في صدد diagnosis also cobalt 60 used for the diagnosis of cancer. أيضا يستخدم في تشخيص الكانسر بالإضافة إلى أنه يوقف تطور السرطان. كانسر يعني السرطان. Number 5, hydrogen 3, responsible for the water content of the human body. يلعب دور بتحديد المحتوى المائي لجسم الإنسان. لهذا من خلال الموضوع ممكن أن يعني نتعلم فوائد الايزوتوب. الفائدة الأولى اللي هي ذكرنا يعني إحنا سميناها application هو very very useful. الايزوتوب useful in good health of our body في حتى تكون هناك صحة جيدة. ف يعني الايزوتوب يدخل حتى نكون نحن good healthy. In medicine في الطب نعطي أمثلة الابليكيشن هذه التطبيقات المفيدة في الطب. Number one على مستوى التريتمنت العلاج يدخل الايزوتوب في علاج الجويتر اللي هو تضخم الغدة الدرقية. Number اثنين cobalt 60 employed as a radiation source to arrest the development of cancer يوقف تطور أو يعني نمو السرطان يوقف مرحلة السرطان لحد معين هذا على مستوى التريتمنت. لكن النمبر 2 اللي هي البي دايجنوسيس تيبل ايزوتوب ان دايجنوسيس اذا هذا التيبل يمثل عدد من الايزوتوبس راديو ايزوتوبس وموجود عندنا الدايجنوس يوز فور يعني الوظيفة. فايودين 131 درسنا أنه هو يتحرى عن ورم الدماغ وعن أي خلل بالغدة الدرقية. وصوديوم 24 يلعب دور في التحري عن خثرة الدم وأيضا جهاز الدوران إذا أكو أي خلل بجهاز الدوران بالدورة الدموية للجسم وضخ فعالية ضخ القلب. الآيرون 59 يهتم بدراسة الأنيميا يشخص الأنيميا وبريجنانسي ديسوردر. وكوبالت 60 also يهتم ب diagnosis of cancer يعمل على تشخيص الكانسر بالإضافة إلى أنه يوقف النمو الكانسر. و the last radio isotope واللي هو الهيدروجين 3 water content of the human body يلعب دور بتحديد أو تشخيص أو ينطينا يعني فكرة عن المكون المائي لجسم الإنسان. That is all about the medical useful application. Next, please. This figure shows different type of the radioisotopes. Next, please. Now بما أنه إحنا درسنا الايزوتوب طبعا أيضا هي تكون على أنواع low level of radiation
يعني هي نحن فيما بما انه احنا اكو ذرات موجوده بالطبيعه، موجوده هي مشعه اصلا، يعني في بنيتها اكو التشعيع. زين، وجد العلماء انه يعني ممكن انه هذه تفيد في حاله انه يعني تفيد للانسان كتطبيقات، سواء للانسان او تطبيقات اخرى، لكن احنا دائما نركز على التطبيقات اللي تهم الانسان. فاخذوا هذه المواد من الطبيعه اللي هي اصلا مشعه، مشعه يعني ناتشرالي، هي طبيعيا مشعه، لكن ارتفيشيالي اصطناعيا شععوها بعد اكثر. فهي الموضوع كله يدخل ضمن التشعيع، واللي بمعنى راديشن. زين، اذا ضمن الراديشن فموجود انواع من الراديشن، لو ليفل هاي ليفل، ممكن ان يكون مستويات يعني واطئه من التشعيع، ممكن ان يكون هناك مستويات عاليه من التشعيع. نبدا الان بلو ليفلز اوف راديشن، مستويات واطئه للتشعيع. Radio active isotopes are very important in the many medical uses. For example, after patient drinks a solution containing a minute amount of iodine 131, it becomes concentrated in the thyroid, the only organ to take it up. مثلا ايضا احنا بالجدول السابق، اذا ممكن عيني السابق رجاءا، عفوا السابق ايضا، عافيه عاشت ايدك. نمبر 1 ايودين 131، ذكرنا له علاقه بالثايرويد جلاند ديس اوردر، ثايرويد جلاند ديس اوردر. هسه نشرح كيف يحصل هذا التشخيص بالضبط، كيف يحصل عن طريق الايودين 131 في تشخيص الثايرويد، وحتى نفس الحاله بالبرين بالضبط، نفس الفكره بالبرين تيومر، بس انا حاليا الصور موجوده على الثايرويد جلاند ديس اوردر. نرجع عيني على السلايد. زين، اذا النظير المشع اللي هو يكون فيري يعني يكون مهم جدا للاستخدامات الطبيه، مثال على ذلك بعد ان يشرب المريض المصاب بسرطان الغده الدرقيه او اي مشكله بالغده الدرقيه، يشرب محلول حاوي على كميات دقيقه جدا يعني غير ضاره اكيد بجسم الانسان، الحاوي على ايودين 131. طبعا هذا سوف يتركز، اكو هناك افينيتي، فد ميول انترست ما بين هذا النظير المشع مع الغده الدرقيه، يعني هو الغده الدرقيه تستقبل هذا العنصر الترم يكون يعني اكثر من غيره، هذا الايزوتوب اكثر، يعني هو هذا بحيث هذا العضو هو يستقطب هذه الماده اكثر من بقيه اجزاء الجسم. فاستغلوا العلماء هذا الافينيتي، هذا الميل، الانترست الموجود ما بين ال 131 ايودين اند ثايرويد للتشخيص. دائما هناك استغلال لنقطه معينه للتشخيص. زين، على مستوى عندنا for example after patient drinks a solution containing a minute amount of 131 becomes concentrated in the thyroid, the only organ to take it up. Then next please, next slide. This figure shows that is the iodine 131 واللي هو بهذا الشكل، وضعته شكل حتى شوية تكون أقرب الصورة، مجرد أنه يعني هو مجرد أن يكون أيودين، يعني هو عنصر حاله حال كل الإليمنت. تلاحظون this figure
shows the normal thyroid gland. This is the normal. لابد أن نتعرف عن normal حتى نكتشف الabnormal. الطبيعي normal والabnormal هو الغير طبيعي. This is normal thyroid gland. زين. Next, please. While this figure shows the diseased thyroid gland, غدة درقية مصابة. فبهذا الشكل تلاحظون هناك imaging of diseased thyroid gland. Patient under the detector and the scanner. هذا هو detector and the scanner. جهاز فاحص من خلال السكانر ممكن أن يوجه على منطقة الثايرويد جلاند وحتى طبعا من خلال أشعة جاما يعني الشخص البيشنت يوصى أنه هو يصل إلى المركز مثلا يعطى كمية قليلة من الشراب الأيودين شراب حاوي على كميات دقيقة جدا بحيث ما تأثر على المريض من مادة الأيودين 131 احنا ذكرنا هذه المادة لها يعني ميل لأنه تتركز على الثايرويد جلاند إذن أصبحت هو في هذه المنطقة موجودة ونستكشف عن الحالة المرضية في من خلال جهاز السكانر والديتكتر اللي يقيس يفحص من خلال أشعة جاما أخذت المريضة الصورة فظهرت الصورة كالآتي This is abnormal growth هناك مشكلة بالثايرويد growth بالنسبة الثايرويد gland بالنسبة لهذه البيشنت Image of thyroid gland created from the gamma rays emitted إذن من خلال أشعة جاما تصوير من خلال أشعة جاما للمصابة اللي هي يعني أخذت تناولت المشروب الحاوي على الأيودين واللي تركز على هذه المنطقة فمن صفات أيودين 131 صفات هذا العنصر إنه هو يتركز على المنطقة السليمة على كل التشو لهذه يعني اللي لو ترجع الصورة رجاء عيني القبلة نعم هذه هي النورمال هو يتركز يعني موجود المفروض لو هي كاملة يعني موجود الشكل كامل للثايرويد أو ما أكو أي إصابة نورمال هو يعني هناك أفينيتي أكو ميل لهذه المادة مع الثايرويد جلاند زين للشخص الطبيعي المفروض الصورة تظهر بهذا الشكل هذا القوس كامل لأنه هي ترسبت على كل الثايرويد جلاند نرجع للصورة بينما في هذه المريضة هي مصابة لأنه تلاحظون أنه أكو هناك نقص وأنا بالمحاضرة وضحت الموضوع بشكل يعني بشكل أكثر توضيح أنه إذن تلاحظون هذه المنطقة تبدو ناقصة أكيد فهذا النقص هو ناتج عن هذه الميسينج إيريا سميها ميسينج إيريا in this thyroid scan indicates يشير إلى the presence of a tumor that does not take up radioactive iodine إذن هذا النقص الموجود بمعنى هالمنطقة اللي هي بهذا الشكل هي مصابة المنطقة المصابة لا تستقبل مادة الأيودين فاستغلوا هذه الميزة لمادة الأيودين أنه تترسب فقط على الجزء السليم فوجدوا أن صورة المريضة هذا غير كامل الشكل الطبيعي للغدة الدرقية إذن موجود تيومر إذن هو استخدم بيش بالتشخيص بالدياجنوسيس So the missing area in this thyroid scan indicates the presence of a tumor that does not take a radioactive iodine.
هذا الجزء الفارو الميسينج المفقود يشير إلى وجود ورم في الغدة الدرقية، واللي هذا الورم لم يستقبل المادة اللي هي الأيودين، وبذلك يكون قد تم تشخيص الحالة على أنه تيومر أوف ثايرويد جلاند. طبعا هذا أنا يعني جئت بمثال واحد، لكن هذا أيضا يشمل البرين، يشمل أكثر أنواع التيومر من خلال النظائر المشعة. إذن هذه واحدة من تطبيقات النظائر المشعة. Next please. Now the high level of radiation. نحن قبل شوية ذكرنا low level، يعني كميات محسوسة، low level، مستويات دقيقة من الراديشن. بينما الآن لو يعني استخدمنا يعني قليل من الأيودين 131 النظير المشع low level، فلهذا الشخص ما يتأثر، يعني قام بشرب هذه المادة حتى يتم التشخيص. زين، at the high level of radiation اللي هو عادة radioactive substance in the environment can harm cells, damage DNA and cause cancer. The harmful effect of radiation can be put to good use. إذن يعني ليس بالضرورة أنه radioactive تكون دائما يعني benefit application، تطبيقات مفيدة، لا، ليس بالضرورة أنه دائما إحنا ذكرنا التطبيقات المفيدة. زين، فإذا radioactive substance in this environment can harm cells، ممكن أن تكون مؤذية للإنسان يعني، وأحيانا يعني الهارمليس تكون يعني عادة هارمفول تكون للدي ان اي، تعمل دمج للدي ان اي، وبالتالي تعمل كانسر أيضا، سرطان. ف التأثير الضار harmful effect of radiation can be put good use. زين، إذا إحنا يعني شوية بدينا بالفائدة، لكن لا ننسى أن هناك ضرر. ممكن أن المواد المشعة في البيئة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وتتلف الحامض النووي وتسبب السرطان، وإحنا كثير أحيان نسمع يعني إن شاء الله الله يعافي الجميع، لكن أحيانا نسمع بوجود سرطان الجلد للي يتعرض لفترة طويلة للشمس اللي يعني منطقة خارج المدينة أحيانا، وأحيانا يعني اللي يتعرض للأشعة أكثر من اللازم أيضا. يعني هذه اللي هي low level تأثيراتها على المستوى البعيد، يعني ممكن أن تكون سبب، يعني جزء من سبب وليس سبب، جزء من سبب لظهور الكانسر، يعني قد تكون عامل مساعد. لهذا إحنا من نذهب إلى طبيب الأسنان يعني المفروض نحن نلبس واقي اللي بقية الجسم. على كل حال الشخص إذا ما لبس واقي، ذوي الشخص المريض دائما يخرجون هو والطبيب خارج غرفة الأشعة. هذه نقطة مهمة، يعني نقطة مهمة لتقليل التأثير، لأن مثل ما ذكرنا low level of radiation هذه اللي موجود بالدنتست عادة عند أطباء الأسنان تسمى هي تكون low level of radiation، لا تؤثر، يعني لا تؤثر، لكن التراكم يعني باستمرار طبعا قد تكون، يعني عند الأسنان هي غير ضارة، أقل ما يمكن يستخدمون في الأسنان، يعني هو نوع كلش يعني ما يأثر على الإنسان، لكن أنا أقصد مثلا أحيانا التعرض لأشعة الشمس، أكو من يتعرض لا يصاب، أنا أقصد اللي عايشين في مناطق مفتوحة وليس المدن يعني، لكن أكو يصاب طبعا حسب تقبل الشخص وحسب اللايف تايم، حسب يعني الفاميليال يعني كاركتر، أحيانا الصفات العائلية، وتدخل مداخل كثيرة فيه، لكن قد تكون سبب في أن يكون هناك كانسر. The last slide. In this slide, before last, صح هو هذا تمام. This figure shows the uses of high level radiation.
we can see this is radiation can be used sterilize by killing bacteria and fungi. تلاحظ ممكن انه من خلال ممكن نعقم بحيث ما يحصل بيها تلف المواد. Number two, physicians can use radiation therapy to kill cancer cells. ممكن أن يستخدم العلاج الكيميائي في يستخدم العلاج الكيميائي في علاج مرضى مرضى السرطان. دائما احنا نسمع مريض السرطان ياخذ يعني دائما علاج كيميائي سامعين يعني، فهو هذا إشعاع وأحيانا يأخذ كيميائي. فحاليا إحنا درسنا إشعاع، فهو إذا يأخذ أشعة نظائر مشعة حتى يتعالج من السرطان. إذن هي بها فائدة لأن هو يحطم الخلايا السرطانية من خلال تحطيم الدي إن إيه للخلية. The next please. This figure shows the types of radiation and penetration. يعني مجرد فكرة عن أنواع التشعيع وإلى أي مدى النفاذ نفاذها. تلاحظون ألفا بارتيكل يعني very simple، هذه بيبر ورقة عادية ورقة بيبر، وهذه ورقة ألمنيوم، وهذه عندنا الليد عادة يعني عناصر أثقل، وإلى أن نصل إلى الكونكريت. ألفا تلاحظون لحد الورقة لا يخترق حتى الورقة، فكلش يعني simple. Number two بيتا بارتيكل اللي يكون يخترق الورقة فقط. إكس راي وجاما هذه تستخدم بالمجالات الطبية. هسه ذكرنا احنا الجاما والإكس راي دائما تستخدم في المجالات الطبية. تلاحظون انه هي تعمل اختراق للبيبر والألمنيوم، وبينما النيوترون هذه تكون تخترق حتى الليد. That is the last slide. يعني الآن سوف أنزل رابط الحضور، وبعد عدنا بعد رابط الحضور إن شاء الله نبدأ بالعشرة. عندي بعض التعليمات يعني بعض النصائح، لأن إحنا تقريبا إحنا بالمناسبة بعدين يعني خلينا نرتاح هسه شوية، وبالعشرة ندخل مرة أخرى. هسه أنزل رابط الحضور بالعشرة ندخل. عدنا يعني مجرد تعليمات كأنما نحن في القاعة. زين عيني هسه نغادر.